السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني، إذا سنكمل سلسلة تحضير الاختبار الفصل الثالث. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا فقط قبل أن نبدأ سأحاول تذكيركم أن هذا نموذج جاهز للطباعة في صندوق الوصف على شكل PDF. اختبار التربية العلمية الفصل الثالث. التمرين الأول، ضع أمام العبارة الصحيحة هذا الرمز وأمام العبارة الخاطئة علامة في. الجملة الأولى، التجمد هو المرور من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، إذن هي إجابة صحيحة. جيد. يمكن للماء أن يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة فيحدث له انصهار. نعم يا تلاميذ، هي إجابة خاطئة. إذن يحدث له تجمد وليس انصهار. عند تحول الماء من السائل إلى الصلب لا تتغير كتلته. نعم هي إجابة صحيحة. جيد. يمكن رؤية بخار الماء على الزجاج. إذن جيد أيضا، هي إجابة صحيحة. أحسنتم. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني، أكمل الجملة بالكلمات التالية: الانصهار، الصلبة، انصهر، السائلة. مكعب الثلج يصبح سائلا بعد خروجه من المبرد، نقول عنه أنه ماذا يا تلاميذ؟ جيد، أنه انصهر. إذا نكتب هنا انصهر. جيد، انصهر. الجملة الثانية، هو المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، إذا أكتب هنا هو الانصهار. أحسنتم. التجمد هو المرور من الحالة، إذا السائلة إلى الحالة الصلبة. جيد. إذا نروح الآن للتمرين الثالث. التمرين الثالث، أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة. يصل الماء إلى الحنفية إذا كان مستوى الماء في الخزان من مستوى الماء في الحنفية. لمعرفة الاتجاه الشاقولي نستعمل، ولمعرفة الاتجاه الأفقي نستعمل. الهواء غاز يحيط بنا من جميع الجهات ونجده إذن على ثلاثة أشكال. يتكاثف بخار الماء بسبب فيتحول إلى نقاط. إذا نبدأ بالجملة الأولى، يصل الماء إلى الحنفية إذا كان مستوى الماء في الخزان، نكتب أكبر من مستوى الماء في الحنفية. لمعرفة الاتجاه الشاقولي نستعمل ماذا يا تلاميذ؟ جيد، نستعمل خيط المطمار. خيط المطمار. جيد. ولمعرفة الاتجاه الأفقي نستعمل المستوي ذو الفقاعة. ذو الفقاعة. جيد. الهواء غاز يحيط بنا من جميع الجهات ونجده، إذا أكتب هنا سائل وصلب وغازي. إذا هذه هي أشكال الماء في الطبيعة. يتكاثف بخار الماء بسبب ماذا يا تلاميذ؟ أحسنتم، بسبب الحرارة. فيتحول إلى سائل، أو نكتب بين قوسين ماء. إذن أثناء عملية التكاثف يتحول البخار المائي إلى سائل، إذن من الغاز
إلى السائل. جيد. التمرين الرابع، رتب مراحل دورة الماء في الطبيعة. يتكثف بخار الماء ويتحول على هيئة سحب بيضاء. يتبخر الماء في المسطحات المائية بفعل درجة الحرارة. صعود بخار الماء إلى طبقات الجو العليا الباردة. تنقل الرياح هذه السحب إلى مكان آخر ويعود ماء. أول مرحلة من مراحل دورة الماء في الطبيعة هي يتبخر الماء في المسطحات المائية بفعل درجة حرارة الشمس. أحسنتم. ثاني مرحلة وهي صعود بخار الماء إلى طبقات الجو العليا الباردة. إذن ثاني مرحلة. ثالث مرحلة، يتكثف بخار الماء ويتحول على هيئة سحب بيضاء. ثالث مرحلة. إذن ورابع مرحلة، تنقل الرياح هذه السحب من مكان لآخر ويعود ماء. إذن معناها تتساقط الأمطار. يعود ماء معناها تساقط الأمطار. جيد يا تلاميذ. كي تلاميذ وكذلك الأمهات اللي راهم يتبعوا فينا وكذلك الآباء، نكونوا درنا مراجعة تحضيرا لاختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية. إذا أردتم طباعة هذا النموذج سأترك لكم النموذج جاهز للطباعة على شكل PDF في صندوق الوصف. أما إذا أردتم أي استفسار أو أي تعليق، حاولوا زيارة صفحتي ومجموعتي على الفيسبوك، سأترك لكم أيضا الرابط في صندوق الوصف. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.